انت ايه اللي خرب بيت ابوك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وحشتني، حبيت اعمل لك مفاجاه حلوه. حلوه؟ اه طبعا حلوه. هو انت كنت رايح فين؟ انت كنت رايحه فين؟ انا كنت جايه لك. لا، بعد ما تجيلي كنت رايحه فين؟ اه كنت رايحه القهوه. القهوه، يلا على القهوه. ايه ده، بس انا ما لحقتش اقعد. انا هجيلك على القهوه يا عمر، انا عايز اقعد معاك شويه. يلا هجيلك على القهوه. جو جو، يلا على القهوه. على القهوه، حاسب ايدك والعمود. ماشي يا عمر. السلام عليكم عمر. الحمد لله على السلامة. سوري سوري سوري. ايه يا تاني؟ السفر ده طلع حاجة حلوة قوي. أنا هسافر كل يوم مادام في أحضان كده. عمر، قلب عمر، عيون عمر، أخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ أنا منيحة. وأنت؟ منيح، وحشتيني. أنت كمان. وأخبار شو ايه؟ شو؟ أه، عشان شو دي جبتلك حتة هدية من مصر، يا رب تعجبك. ميرسي. انت تفتحيها هنا بس، انا ما تفتحيها بك. يا شيخة بهزر، افتحي. واو، عجبتك؟ كتير حلوة، بتعقد. طب الحمد لله، كنت حاطط ايدي على قلبي. كنت خايف يعني ذوقي ما يعجبكيش. كيف انت كلك ذوق. بقولك ايه، هي سارة جوه في مكتبها؟ ايه هي جوه. طب خمسة اخش اديها هديتها وارجع لك على طول. انت جبت لها هديه؟ جبت لها هديه، اه، بس هديه عن هديه تفرق. يعني هديه ساره كده عشان المجاملات اللي عملتها معايا الست، انما هديتك انت يا شو حاجه تانية خالص. ايه ده، تزعلت ولا ايه؟ لا لا، من قلبك ولا بتاخديني على قد عقلي؟ لا عن جد لا. طب عشان تثبتي لي ان انت مش زعلانه، هنتعشى مع بعض النهارده في القهوه، ممكن؟ وحياتي ممكن. اخش بقى اديها الهديه الرمزيه الوحشه وارجع لك تاني. براستي عمر، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لا تاني، السفر طلع حلو يا جدعان. أكيد السفر حلو. أنا النهارده بس عرفت أول فايدة من فوائد السفر السبعة. واللي هي؟ اللي هي البوس والأحضان اللي إحنا فيه ده. والله أنت وحشتني. والله أنت اللي وحشتني أكتر. طب يلا تعالى حكي. تعالي بس، راح فين ده؟ أنا بقالي فترة مسافر. وحشتوني وحشتوني. اتفضلي. إيه ده؟ ما أنا قلت بدل ما أخش عليكي بكيس برتقال أجيب لك هدية من مصر حلوة كده. طيب وتعب نفسك ليه؟ أنت ليه يا غيرتك؟ يما يما. نهار اسود على حاصلني. اسافر تاني ولا ايه؟ يلا تعالى اقعد. ايه ده؟ انت مش مستعجل هديه؟ في البيت ولا انت مستعجل؟ لا مش مستعجل، بس انا عارف يعني ان وقتك ضيق وعلى طول مشغول. انا قلت اجي اسلم عليكي وبعدين تحددي لي ميعاد اجيلك نتكلم في الشغل. انت تيجي وقت ما انت عايز. انا مش عارف اودي جمالك فين يا ساره. هزعل لو قلت كده تاني. اخر مره. طب انا زعلت خلاص، ولازم تصالحني. أؤمر. نتعشى سوا الليلة. يا نهار اسود برضو؟ مش فاهمة، أنت مش عايز؟ مش عايز إيه؟ هو أنا طول. طب تحب تتعشى فين ولا أختار زي ما أنا عايزة؟ والله أكيد ذوقك هيبقى عظيم، بس يعني إن كان ولا بد تيجي نتعشى في القهوة عند حودة. أصل موعد ناس أروح لهم هناك. ناس مين؟ اللي موعدهم أروح لهم هناك. مش فاهم. يعني أنا وأنتي ومريم. انت اتفقت مع مريم انت؟ انا ما اتفقتش، انا بس بقول طالما البنت قاعده لوحدها وملهاش حد وكده تيجي تاكل معانا لقمه. هي هتيجي تاكل معانا لقمه، بس مين هم الناس اللي موعدهم هتروح لهم؟ خديجه او خديجه برضه. خديجه تيجي وسالم وسبوبه، يعني الفرقه كلها. بقول لك ايه، انا هستناكي بره لحد ما تخلصي الشغل ونتحرك سوا. يلا. لا خدي وقتك خالص، انا مش مستعجل. وبالمره تكون ساره جاهزه. جاهزه لشو؟ سمعتني منيح؟ اه طبعا سمعت. لا اصل ساره لما عرفت ان انت جايه معايا القهوه يعني قالت تيجي محل. والله؟ والله زي ما بقول لك كده. الف هنا وشفا. صحه عليك وعليا. يعني ايه؟
يعني بعتذر منك بس ما رح أقدر شارككم سهرتكم السعيدة. انت قلبتي ولا إيه؟ لا ما في شيء، بس تذكرت إنه خي زياد عنده فحص ولازم ساعده فيه. يلا بينا. أنا بعتذر منكم بس مش رح روح معكم لأنه خي زياد عنده فحص ولازم ساعده. عراحتك. يلا عمر. الو، الحمد لله انك صاحي. كنت خايف لك كنا نمتي. ليش؟ يعني كان معايا حاجه كده معرفتش اديها لك في وسط الزحمه. ممكن اعدي عليكي ثانيه؟ حاجه ايه؟ انا لو ينفع اديها لك في التليفون ما كنتش هستأذن اعدي عليكي ثانيه. وبعدين دي ثانيه يعني مش هيحصل حاجه. طيب اوكي. ممكن بقى العنوان عشان اعدي عليكي بعد ثانيه؟ ايوه ايوه ايوه. طب افتحي بقى عشان انا وصلت. سلام. عن جد ثانية؟ ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ مرة تانية؟ مرة تانية أنا هحكي. معقولة؟ 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 وين الشيء اللي جايب لي أمسي تعطيني إياه؟ ما أنا لسه مدور دلوقتي. شكلك ما سمعتليش كويس. يا جماعة ما قلنا السفر ليه فوايد بقى. كنت هموت لما شفتش الضحكة دي النهاردة. اتفضل. حاضر. لسه أكتر حاجتين بيجمعوا الناس ويفرحوهم في مصر ماتشات الكورة أو فيلم كوميدي النجم بيحبوه. غير كده كل واحد مشغول بأكل عيشه وبيقول يلا نفسي وخلاص. إنما الاستثناء الوحيد برا الحالتين بتوع الكورة والأفلام الكارثة. لما تحصل كارثة زي الزلزال أو السيول. بس بعد ما الأزمة تتحل ترجع الدنيا تفرط من جديد. نهار أسود برضه ده كلام مفيد ويضر في نفس الوقت. طب إيه؟ الشباب مشكلته الحقيقية إنه مستني الحكومة تعمل له كل حاجة وهو قاعد على القهوة. تشغله وترفع مرتبه وتقبضه له كمان من غير ما يشتغل. الطموح أكبر من قدرة الشباب على الشغل. واللي بيشتغل بجد ما بيلاقيش نتيجة فبيحبط ويكره عيشته ويدور على شغل بره. زي كده وزي ناس كتير من اللي شفتها هنا. الأغلبية مستنية فرصة تركب فيها البحر حتى لو بشكل مش شرعي. المهم تخلص من اللي هي فيه وخلاص. كويس قوي كده فل. اما نشوف هما بقى هيعملوا ايه الاول في الكام ورقه دول. هذا الولد كنز. شايف قديش حريص. حتى ورقة تتمسك عليه ما بيترك. الحكومة في وادي والناس في وادي تاني. دول عايزين من دول الأكل والشرب والسكن. ودول عايزين من دول إنهم يسمعوا الكلام وعيشوا على قد الموجود وخلاص. دول الحكومة ودول الشعب. دول الأولانية الشعب ودول التانية الحكومة. معروفة يا باشا. تبقى اكتب بشكل أوضح حتى ما نقعد نخمن احنا. حاضر. معلش بقى أول مرة. ما هي لأنه أول مرة عم تنبهك. ليه ما ضربت المثل بالمحافظ يلي مركب الكاميرات عند السكرتيرة حتى يشوف مين داخل اللي عنده تيعمل بزنس منه؟ مثل ما قلت لي. عشان قلت لك الموضوع ده قبل كده. انا هحكي في المحكي. طالما مش مكتوب بالتقرير
يعني مالته. فصول بين يلي بتحكيه وبين يلي بتكتبه. أنا طلبت منك تكتب انطباعك عن كل شيء. وكل شيء بتشمل كمان يلي قلت لي إياهن لما تقابلنا. ماشي كلام. $200 عربون محبة مثل ما بتقول. وانت كده بتحبني؟ ما لو بتكرهني كنت هتديني كام؟ ما نحن قلنا عربون. بعدين نحن مش الجهة الوحيدة اللي بتفوت فلوس منها. يعني ايه؟ انت مش اتفقت مع سارة على توريد الكاميرات للشركة اللي بتشتغل فيها بمصر؟ وانت تعرف سارة منين؟ أنا ما بعرفها. بعرفك أنت. أنت بتراقبني؟ ليش عم تقول بطريقة؟ في كلام أشيك من هيك. اللي هو إيه بقى إن شاء الله؟ اللي هو بحب أعرف كل شيء عن الرجال اللي بدي أشتغل معه. طب وافرض إن أنا شغال شغلانة تانية غير شغلانة الوكالة بتاعتكم دي. ده إيه دخله بقلة الفلوس اللي أنت لسه مديهاني دلوقتي؟ ليش أنت شو كنت متخيل راح أعطيك؟ اوعى ترخص نفسك وتوافق على كل حاجة. كل ما تعزز نفسك كل ما تحلو في عينهم اكتر. لا متخيل ولا بيتهيألي. انا السكة دي ما تاكلش معايا. الله الغني يا عم عن شغلانتك. بقى كل الهري ده عشان $200؟ ما عطلكش يا امور. أنا وصلت تحت، هتنزلي ولا أطلعلك؟ لا لا ما تطلع، ثواني وأنا بنزل. هعد من 1 لـ5، لو ما نزلتيش 6 هتلاقيني قدامك. 1 2 3. $142 $145 $147 $180 $610. بعدك عم بتعد؟ وانا ورايا حاجة. قولي لي، اخواتك ناموا؟ عم يدرسوا. خسارة. ليش الخسارة؟ يعني كنا قعدنا شوية مع بعض نتكلم. شو اللي كان رح يمنعنا نقعد مع بعض نتكلم؟ هتقولي لي بقى اخواتي سايبان فوق لوحدهم؟ ده تلاقيهم ما صدقوا ان انا نزلتك وسابوا الكتب واتفرجوا على التلفزيون وهيصة. يا الله شو هالخيال الواسع. أنا بقول لك الحاجة بتاعتك قبل ما تقوليها. مش عايزة أتحجج كرمال أتهرب. بكفي أنا بتحجج كرمال شوفك. طب أنا أعمل إيه في الكلام الحلو اللي يخش القلب رشق ده؟ قولولي. هات نشوف عمر. شو بدك مني؟ كنت عاوز أشوفك. هلأ بنصاص الليل؟ بنصاص النهار ونصاص العصر ونصاص المغرب وفي كل الأوقات كمان. في إيه؟ لا عن جد، شو بدك عمر؟ عن جد والله عاوز اقعد معاكي اطول وقت ممكن. ما اعرفش كل ما باجي امشي واسيبك ببقى مش عايز امشي. مصدقه الكلام ده؟ مصدقه؟ قولي ايه بقى؟ استنى استنى، ودي؟ لازم اطلع عند اخواتي عشان زمانهم سايبين الكتب وبيتفرجوا على التلفزيون. وهيصة اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ احنا كنا بنقول 4200 و 425.